متواجد في الضيعه هذه اللي هي الارض ديال الوالد ديالي كريتها من عنده في 2012. درت لها واحد الدراسه عند الشركه اللي باش دير لي هادشي ديال الكوتاكوت. في 2012 درت معاهم واحد الدراسه ودفعت الديبيه اللي هذه في مخطط المغرب الاخضر باش نجهز الارض ديالي. هاد الضيعه كلها اللي كتشوفها كامله هذه جهزتها فيها 5 هكتارات الى الربع، جهزناها عن طريق مخطط المغرب الاخضر بواحد الشركه اللي هي مكلفه بهادشي ديال الكوتاكوت. داروا معايا الدراسه، صوب ليا، دفعنا في الديبيه، جاب كل شيء، صوب ليا، قال لي ما تعرف معايا والو 100%، غنركب لك انا، الدوله تدعمك 100%، انا غادي ندير معاك داكشي 100%، ما تعرف والو. درت معاه المسائل، دفعنا الديبيه، دار معايا واحد الالتزام بانك تسالني لا سميتو الفلوس باش دوز ليه الكونت ديالو، ما نعرف معاه حتى شي حاجه. قال لي غتشيط لك فلوس الموتور، الموتور ما كاينش جديد غالي، غتاخذ الموتور ديال داك الشمكار ديال ليسونس اللي سميتو، قال باش غديرو هذاك بوحدك. دار معايا 188,000 درهم وشي حاجه اللي كاينه في سميتو، دارها معايا. ملي خرجت الفلوس بنيت المكازا ديال الفلتراسيون كما كتشوف هذيك تما، دورت تحفير ديال القادوس 1970 متر على المساحه ديال الارض كامله من جيبي المال الخاص. قال لي مضيق، عندي شويه ظروف ماديه صعيبه هاد الايام، دير من عندك تخرج الفلوس نعطيك الفلوس ديالك. خرجت الفلوس، سينيت له السميقيه، دوز سيني لي الفلوس ديالي فوق ما تخرج سميتو نعطيك الفلوس ديالك. سينيت ليه، دازت لذاك الفيرمو، داز ليه البنكه، قلت له اعطيني الفلوس ديالك. قال لي ما كتسالش راك مسيني. قلت له ولكن حنا اتفقت معاك باش تعطيني الفلوس ديال الحفير، وجاب لي فاكتورات هو مدخلهم لي في الدوسي وقال لي انت اللي درتيهم. ما فهمتش هذا سميتو، الناس عندهم النصب والاحتيال المباشر، يعني سبق الاثار والترصد، النيه ديالهم انهم باش ينصبوا على الفلاح، هذه من جهه. الجهه الثانيه انه هو السلعه كامله اللي اتفقت معاه عليها في الفاكتورات ما ديرش هي السلعه اللي كاينه في الفاكتورات. السلعه دير لي نوع ديال السلعه اللي هو ممتاز اللي كتوصي به وزاره الفلاحه في دفتر التحملات ديال وزاره الفلاحه اللي كتوصي به، ما كاينش منه بياسه، ما كاينش الا البومبه هي الوحيده اللي تبقى الاصل، اما شي الاخر كلشي مزور. السلعه اللي يدير في الفاكتوره دير السلعه مزيانه فائده به، كيدير السلعه اللي بغا هو. السلعه كتجي دير لك تيو ديال جوج يطرو في الساعه، فائده به كيركب لي 4 يطرو في الساعه. الجهه التحتانيه كتسقى، الجهه الفوقانيه ما كتسقاش، الماء دائما كيمشي يهبط لك الهبطه بثمن هذاك التيو ديال اللي يدير لي هو بثمن رخيص بزاف. ملي سميتو انا دابا حاليا درنا الخبره كيشهد فيها هو بنفسه بانه ما كاينش السلعه، الخبير كيشهد بان السلعه ما كايناش اللي تيبقى الاصل اللي كاينه في الفاكتورات. دفعنا للمحكمه من 2015 وانا كنتظر، بغيت نعرف غير هذا الحكم هذا، هنيوني منه انا، غير يقولوا لي ضدي، حكموا ضدي، غير بغيت نهنا، انا بغيت نعس، بغيت نحط راسي على المخده، كنطالب بالحقوق ديالي وكنطالب جلاله الملكه الانصار والله باش يشوف يدخل لنا في هذا الامر هذا. حنا ولات اي حاجه خصنا نمشيو ندقوا على الملك، واش هذا الملك يقابل كل شيء؟ راه عيب هذا الشيء، هذا راه عيب هذا الشيء، راه كاين ناس، كاين مسؤولين، كاين كل واحد محلفون محطوطين في واحد المناصب. الله يجازيكم بخير، بغينا هذا الشيء هذا يوصل لجلاله الملك ويوصل للناس المسؤولين. راه حنا حطينا وزاره العدل، وزاره الفلاحه، حاطين الغرفه الفلاحيه اللي كينوبوا على الفلاح، حتى واحد ما نوب علينا، حتى واحد ما جاوبنا. المحكمه اللي حاطين عندها باقا ما بغاتش تقول الكلمه ديالها.